آثار قصف الطيران المروحي على قرية عقرب. هذا المنزل لشاب من عقرب، له أكثر من شهر ونص ساكن البيت الزلمي، وحاطط فيه ناسحين من حمص كونهم أقارب له. طيارة الميك أول قذيفة بتنزلها من الجو هاي بهذا البيت، أول قذيفة انتشلنا منه 4 شباب جرحى وطفل، وهي الشظايا الحجار وال آثار الدمار هي كلها تهون منه، بسببه هو. هاي عمود بيقوى.